اتفضلي يا أنسة كارلا، ابدأي الانترفيو. اهلا وسهلا بيكم. احب اتعرف على حضرتك. انا الاستاذ عبد الحفيظ الغرباوي. استاذ عبد الحفيظ الغرباوي؟ لا للاسف اسمك مش موجود عندي في الاستماره. طب شوفيه هنا ولا هنا كده. اتفضل خد، لو انت مكدبني دور بنفسك. سبحان الله. حضرتك بتشتغل ايه؟ مهندس تاريخ. نعم، قصدي مدرس تاريخ، وكما قال الشاعر. شاعر ايه يا اسطى؟ مش انت مدرس تاريخ؟ اه. طب وايه كما قال الشاعر؟ ما انا بثبته مظبوط. طب انجز. طيب استاذ عبد الحفيظ، احب اعرف ايه اللي خلاكوا تيجوا على المسابقه بتاعتنا وتقدموا فيها؟ والله هو احنا اللي جايين عشانه راح، للاسف اللي جايين عشانه راح. وايه اللي راح؟ في حاجه راحت منك؟ الحلوه خد على كتفه ومشي. مراتك؟ لا انا مش متجوز. امال ده ايه؟ قصدي مراتي فعلا. بس هي اصلها مش حلوه يعني. طب حضرتك بقى جايين المسابقه هنا ليه؟ احنا جايين عشان ناخد فلوسنا. تاخد ايه؟ حد سمع حاجه؟ ايوه انا سمعت الولد قال مش هنقوم ونجري. انت عارفه ايه؟ حضرتك قلتي الولد؟ فعلا ولد. طفل. لا يا استاذ عبد الحفيظ ما تفقدش الامل، لسه الفرصه قدامك كبيره. فرصه ايه اللي ما راحتش؟ وانت ضريانه بحاجه انت كمان. ايه في ايه؟ تعالى يا ابني. تاخد ايه؟ شوكولاته. طب استاذن الاول. ليه واستاذن ليه يعني؟ لا الادب يقول ان انت تستاذن. مين الادب ده؟ مين انت؟ مين اصلا؟ ايه ده؟ إيه؟ لا لا مش شرط ان اليافطه تبقى مهم يعني. مين يعني؟ مين حضرتك؟ انا مش فاهم يا عم، خليني بس اخد خلاص يا حبيبي خد. لا مش 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 حكايه هي. لا مش 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 حكايه. ايه ده يا ابني؟ معلش الولد ده محروم يا عيني. لا لا حضرتك معلش والله ما محروم ولا اي حاجه، ده احنا مربينه على الغالي غالي. بس هو يعني انا منعه من الشوكولاته. العيب فين؟ ليه بقى؟ ليه؟ لانه هو عنده دهون ثلاثيه. ده عنده دهون ثلاثيه؟ امال انا هيبقى عندي ايه؟ لا انت ما شاء الله زي القمر. ميرسي قوي يا استاذ عبد الحفيظ، شكرا. لا بعد الشر عليه، بس برضو تعلموا الادب شويه. الدكتور حذرنا اكتر من مره ما ياكلش وينام. طيب استاذ عبد الحفيظ، احب اعرف ايه الحاجه اللي انت بتدعمها في ابنك؟ يابا ما تخلصنا من فيلم الكاتيان دوت، خلص المصلحه راحت والفلوس خلاص، الفلوس اصلا مش هتبات في عجبنا، احنا بقى هنسمع ايه؟ هنسمع اغنيه سلام يا دنيا سلام ونخلع على الخفيف. الولد ده بيتكلم لغه غريبه جدا. التمثيل موهبته الاساسيه اللي انا اكتشفتها فيه التمثيل. واو. صحيت من النوم مره لقيته بالشكل ده، قلت له بس انت ربنا مصاريف لك. لا في ايه يا استاذ صوفي؟ ده حقيقي أنا مصدقه. مصداقية، أنت موهبة فذة، أنت من مدرسة المعايشة الكاملة. أيوة أيوة هي المعايشة، مش دي في الطلبية؟ أيوة أيوة كنت بقى بقف على السور وأعكس البنات واحدة واحدة واحدة. الشخصية مأثرة فيه جدا، هو راكب الشخصية والشخصية راكباه، لدرجة إن أنا كلمت شيخ يجي يطلع الشخصيه من عليه بالطريقه دي. ايه ده؟ هو مش حضرتك الاستاذ فاخر فاخر؟ نعم يا حبيبي. انا اسف حضرتك صح، قصدي عامر. قربت. نازل. بص حضرتك على اليافطه دي. لا من بعيد معلش. كمان توفيق. توفيق انا ممثل، انت ما شفتنيش قبل كده ولا لا؟ يبقى مش انت. ما علينا. استاذ عبد الحفيظ، احب اعرف ايه اكتر حاجه انت بتحبها في مدثر؟ مفيش حاجه بحبها في مدثر. نعم، قصدي مفيش حاجه في مدثر ما بحبهاش. ما شاء الله الوقت كله مشاكل. طيب مدثر حبيبي، احب اعرف ايه الحاجه اللي بتحبها في باباك، او ايه الحاجه اللي بتميزه؟ مناخير. قصده بحط مناخيري في الحاجه اجيب اخرها. انا معود ابني على الجراءه في الحوار. هي المصداقيه. هي مش هي يا جماعه اللي بتكلم عليها. طب يا ابلة فلوس الاستمارة، طب مش احنا اولى بيها؟ طيب ولا ايه؟ استمارة ايه؟ وانتوا دفعتوا حاجة؟ ايوه دفعنا. دفعت فين؟ فين دفعت؟ اذا كان اسمك مش موجود. فين؟ ولا اسم ابوك. وريني. لا ولا يا مدثر. خليه. هي يا مدثر كفاية شوكولاتة. هي دي مدرسة المصداقية. هي اتفضل. أيوة. مع الف سلامة. وخد الولد ده معاك. دي كل الشوكولاتة. ايوه خلاص. شكرا. بعد اذنك بس يا استاذة كرنك. كايه؟ كرنك. كارلا يا فندم، اسمي كارلا. دوت ايه او اندر سكور ايه؟ عشان بس حبينا نعمل اضافه بس. اضافه ايه؟ ايه مش وقت مغنيه بقى. ثواني بس يا عم، تعرفنا. ماشي شكرا. اتفضل. شكرا. نمشي منين؟ من هنا. المكان ما جيت من اي حته بس امشي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.